إنه عرض حديث وابتكاري جدير في أن يعرض في كبرى عواصم العالم، إلا أن فرقة سيرك فار رأت النور في شمال كمبوديا في مدينة باتمبان. هنا تختلط المهارة البهلوانية بالرسم والمسرح، إلا أن تاريخ أفراد الفرقة هو الذي يجعلها فريدة من نوعها. رأيت والدي يتشاجر مع والدتي كل مساء بعدما كان يشرب ويراهن مع أصدقائه، وكان علينا أنا وأشقائي أن نعمل فنستيقظ عند الساعة 4 فجرا ونتوجه إلى وسط المدينة لجمع زجاجات الكولا والورق والعلب من بين النفايات لبيعها بعد ذلك. وتشكل مدرسة السيرك ملجأ للكثير من فنانين الفرقة من أيتام ومتسكعين وضحايا أتجار بالبشر، ومن خلال الفن يتعلم هؤلاء الفقراء إعادة بناء حياتهم وتجاوز صدمات الماضي. الأمر لا يقتصر فقط على التعبير، بل بإمكانهم أيضا أن يفيدوا أشخاصا آخرين، كالقول مثلا: أنا أواجه هذه المشكلة وأنا أعرض عليكم مشكلتي وهذه هي تجربتي من أجل تجاوزها، وهذا الأمر يساعد أشخاصا آخرين. يوفر سيرك فار للطلاب الموهوبين فرصة المشاركة في عروض يحضرها جمهور عريض، ويسمح كذلك بتمويل مدرسة السيرك المجانية لجميع طلابها 1200. بالتأكيد هذا الأمر يؤثر كثيراً، وينضم عدد متزايد من الأطفال والمراهقين إلى المدرسة في باتمبانغ، وكل جيل جديد من الطلاب يزداد قوة عن الجيل الذي سبقه. جيل جديد لم يعرف نظام الخمير الحمر، لكن عرض السوخ الذي تقدمه الفرقة يتناول مرحلة مجازر الإبادة التي أودت بحياة مليوني شخص في سبعينيات القرن الماضي.